أحيانا يرتكب الطرف خطيئة مو خطأ. ما الذي نعمل أمام خطيئة الشريك؟ أكو طريق، طريقة الإمام الحسن وطريقة الإمام الحسين. حينما كانا صغيرين ووجدا رجلا كبيرا في السن يتوضأ خطأ، طريقته خطأ، فيجوا عنده قالوا احنا اختلفنا بيناتنا، ياهو من عندنا وضوءنا صحيح، فريد نتوضأ قدامك فأنت شوف وأحكم. فتوضأ أمامه، قال يا سيدي وضوءكما صحيح وضوئي غلط، ليش دائما مباشر؟ والله عطيته بوجهه. هذا مع العدو، احنا مع العدو لازم نكون عدول، العدالة مع العدو، ما يجوز نظلم حتى العدو، نظلمه ما يجوز، نرد ظلمه نعم، لكن أكثر من هذا لا. لكن الإحسان مع الصديق، يعني شنو الإحسان مع الصديق؟ الإحسان أن تعطي مو بالمقدار اللي يعطيك، تعطي إضافة عما يعطيك، تعطي بدون مقابل. إذا تتعامل مع زوجتك كأميرة تتعامل معك كملك، وإذا تعاملت معها كمملوكة تتعامل معك كناطور، ومن حقها تحترم تحصل الاحترام، تحسن ولا تريد الجزاء. يعني مو تقول الآن أحترمها حتى باكر تحترمني، لا، متى تتوقع من عندها احترام؟ هذا هو الإحسان. شوفوا يا إخواني، الزوجة أم أولادك، مو فقط زوجتك، هي أم أولادك، تحترمها مع قطع النظر أنها تحترمك أو لا تحترمك، تحترمها فأنت احترمت أولادك، أنت علمت أولادك، مو فقط احترمتها، مو فقط علمتها، علمت أولادك أيضاً.